الشوط 28 في لحظات انطلاقة للبكار أيضا شوط بكار، وها هو يندفع شوط بكار 28 وانطلاقة هذا الشوط نتابعها واندفاعة هذا الشوط مع هذه المراكز أيضا مع اندفاعتها أيضا. ها هي انطلاقة هذا الشوط أيضا، نتمنى أن نرى أيضا بكار مشاركة تذهل الجميع، أيضا تقدم عروض ممتازة. شروة أيضا بنت الباز التي أذلتنا في الشوط الماضي وسجلت أفضل توقيت زمني أيضا هنا انطلاقة هذا الشوط، انطلاقة هذا الشوط واندفاعة هذا الشوط أيضا في هذا اليوم، وها هي المقدمة والمركز الأول هناك مع طيف لمحمد بن راشد بن تلاب الهاجري على المركز الأول، بينما النقلة على المركز الثاني التماس لنايف بن محمد بن سعيد آل خديعة على المركز الثاني، المركز الثالث مزنة حمد بن محمد بن جهويل المري على المركز الثالث، المركز الرابع المتحدة اللي أيضا اللي من الجانب اليمين هناك أيضا سالم بن صالح بن سالم الضعيف، وأيضا هناك شعار مبارك بن سفران أيضا هناك من الجانب اليمين وانطلاقة هذا الشوط. ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى صدارة هذا الشوط وإلى المراكز الأولى أيضا والسيطرة مع مقدمة الشوط. نرى هنا شعار بن ثلاب على صدارة هذا الشوط مع طيف لمحمد بن راشد بن ثلاب الهاجري على المركز الأول وعلى المقدمة، والشعار الغني عن التعريف، الشعار الذي أيضا يصول ويجول في أيضا ميادين الخليج ويحقق الإنجازات. هنا شعار راشد بن ثلاب الهاجري أيضا هناك المركز الثاني، ومن هناك على ثاني المراكز. يا سلام مع التماس لنايف بن محمد بن سعيد الخديعة راعي ذباح، اللي أذهل الجميع أيضا في أحد الأشواط وأيضا قدم عروض ممتازة وقدم العرض القوي أيضا ذباح لآل خديعة أيضا هناك بنفس الشعار. المركز الثالث هنا الشاهنية حمد بن محمد الجهويل، المركز الرابع الله يا هذه الانطلاقة. هناك التغيير اللي جرى وطرى، من أيضا هناك شعار بن حنظل، مع أيضا الجهول، لصالح بن حنظل المري هناك مع المركز الثالث الآن على ثالث المراكز والمركز الرابع، هنا أيضا دخول على المركز الرابع. يا السلام مع هذه الاندفاع على رابع المراكز، التماس محمد بن سالم بن فاتوح المري على المركز الرابع والمركز الخامس. نرى هنا المركز الخامس اللي تقدم أيضا العرض الممتاز هنا على المركز الخامس الشاهنية لمحمد بن طحلون بن مهيلة على المركز الخامس، تسللت من الجانب اليمين وغيرت إلى مقدمة الشوط مع 200 متر الأخيرة. الله الله الله، هناك أيضا مع انطلاقتها الجميلة واندفاعتها هنا لهادي بن سالم بن قطامي المري أيضا من غيرت على المركز الأول، غيرت على الصدارة، يبدو لأنها رقمها 35. تهانينا والناموس للعنود ملك هادي بن سالم بن قطامي المري على فوزها وسعة وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني، هناك أيضا ما تعرفنا عليها، المركز الثالث للجفول لصالح بن حنظل المري، المركز الرابع عند لجنة الخط والتحكيم التوقيت الزمني ساعة الوصول، وأيضا من وصلت في المركز إذن ها هي أيضا من وصلت لهادي بن سالم بن قطامي توقيتها 3:04 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني، من وصلت في ثاني المراكز اللي أيضا ما دعناها اللي في المركز الثاني اللي حملت رقم 13 طرابلس لعبد الرحمن بن محمد المري اللي وصلت على المركز الثاني، المركز الثالث تقطع المسافة 3:05 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالكها المركز الثالث، من وصلتنا أيضا في ثالث المراكز وهي الجفول قاطعة المسافة 3:05 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لصالح بن حنظل المري على فوزها في المركز الثالث. إذن ها هي النتيجة للشوط، ويتبقى الشوطين القادمة مع أيضا زملائي ومع أيضا بن ضعيف وبن هلي.